البلاصه هذه المطمر المطمر الابيض ايه. وهذه ولايه تيارت دائره مدروسه ولايه تيارت دائره مدروسه ولايه تيارت مدروسه موهوت عليها اليوم فتنا عليها فوالا ايه. معنا دليل المنطقه راح درنا الايتام ايه. والناس اللي محتاجين ليفري محتاجين نعطيهم اعانه تاع واحد ايه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله صار. تفضل عم نروح لي يعطيك الكرتونه تاعك اعطي هذا وليدك هذا اعطي له شد معك عمر اعطي له كرتونه تاعو دعيونا للجاليه الجزائريه هما اليوم يعاونوا فيكم دعوا لهم هيا روح الله يحفظك هيا روح هيا روح عمر هيا روح كل واحد زيد له كرتونه عمر هذول اعانات مع الجاليه الجزائريه اللي في الخارج خاوتكم جزائريين في الخارج هم يعاونوكم دعوا لهم بالخير لا لا خليه يحطهم هذو قبل لهم بعد روح زيد واحد زيد بك يزيد له تاع بك يزيد لهم كرتونه كرتونه تاعهم لا مانيش على الكراتي صعب يرفد معاه عاون خوك عاون الله يحفظك ها عاون عمك هذاك قيلف قيلف غير عاونو واش قلت لي فاني عمو راه ولدي الاحمر كاين واحد مسكين فيه كيما راه هروح هذا هو هذاك اللي وجهك تفضل هذا والله هذا هو يا اخي هذو يستاهلوهم عمو يستاهلوا ما هو بويا هذو ما كاع قدام مساكين معليش الحمد لله الحمد لله قاعدين مساكين احنا شغل باش تكون الامانه كما نقولوا لا احنا كون مالاش عارفين على بالي الله يحفظك عمو بارك الله فيك بارك الله فيك الهلا يغبنا عمر ها هو خلاص هاك هذا هو هاك حنون تفضل خويا اعطي له خط هذا زيد وش كاين ثاني يا عمر؟ وش كاين؟ برا مين؟ عند الجاليه الجزائريه اللي في الخارج عمو الناس من الخارج امين ان شاء الله الله يحفظك امين ان شاء الله الله يسترك الله يحفظكم يا ربي يحفظكم امين ان شاء الله الله يحفظك يجيبكم العاقبه ان شاء الله عمو راكم كاع محجورين ان شاء الله نزيد نروحوا من جهه لو جيت تحت فيك يسموه من تحت لو كي يسوي فينا كان سيدي ورينا عمر خلاص على ربي ان شاء الله السلام عليكم حطها غير في المعمر ولا حبي اوفونسيلها للداخل اما هنا اختي امين ان شاء الله يرحم والديك هذا عمو خذ له تاكلو كلش تاكلو كلش اه نعاونك بابا راه حدا رايك عاونو عاونو حدا رايك شوف الباب المحلول تما هيا خلاص على ربي ان شاء الله راح يحول الحمد تروحوا من على ربي ان شاء الله هذه قرية سيدي واضح وهذه بالضبط ولاية تيارت ولاية تيارت تبع الملاكو تبع الملاكو والله عمو كاين واحد منه؟ ايه نروحوا ليه منه معليش بارك الله فيك عمو ايه جيبها من هنا الله يحفظك صاحبي زيد لهم الزيت عمر عطاه ما هذه جيب مع الفرن شد عليه هاي تلبك واطا سلام عليكم سلام عليكم لاباس 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 لاباس
نبعد. انا جبت لك امانه تاعك عمو. هذا مكنيه. ايه ليكن تاع عمو. الله يجزا ربي يخلصكم. ان شاء الله الله يحفظك عمو. الله يسترنا فيكم. ان شاء الله. والله يجعل رب العالمين اللي تظلوا عليها راها وافيه. الحمد لله يا الله يحفظك عمر فانينا تاع عمر فانينا. قلت له فانينا هاي واحد. هاي هي السلام عليكم على خير بابا. رمضان مبارك. رمضان مبارك. الله يحفظك. صحيح. الله يسترك عمو.